نزيد نهز السيلو باش نحكي على فلسطين ورا تاريخ 48 وحرب 67 ورا الكريمة والدمير واغتيال عرفات ورا الضربة تاع جنين ورا مئات الوفيات هنا في الأيامات اليهود خلقت قصة عالقدس المقدسة باه تتقسم كل مقسمة جابوا السياسة قاسية باه تفصل بين الناس وحايد خير وفتحة وحايد خير وحماسة وزيد فوق هذا كاينين 10 فصائل عاقبت ما يقتلوا اليهود في المصائل خسائر مادية وأعمال استشهادية ملا لازم تلخيصة باش نفهموا بيه القضية دابور كاين حماسة يقولها خالد مشعل يقول باللي الحل هو الحرب لازمها تشعل مادام الوقت يشهد باللي اليهود أخطر من الأفعال تخضب خطك أيدي ما تخضر عملوا الخط الأخضر حصار ومبرقوا راحوا بداو تنصر وداروا العسكر باه يتدربوا والشعب في أرضه بنولوا مراكز العبور اليهودي هو اللي يحكم هو يرخص بالمرور يدي كل أمور يدير في الألوار ولاد تاع فلسطين بلا ماكلة وبلا دواء قسمهم أون تروا مخيم ومعتقل والباقي يوم في القطاع قاعدين يموتوا بالعقل عاديكا حماس حبت جهاد تاع إسلام وراحوا خرجوا كتائب عز الدين القسامة قسموا بالله راح يكون المصير تحرير فلسطين والموت لإسرائيل من بعد كاين فتحة يقودهم أبو مازن يقول باللي الحوار هو الحل وحل اللي لازم وعازم باش يكمل صح الانتفاضة مبصع بالسياسة فوق طبلة تاع مفاوضة ويقول باللي الفوضى مشها كفاحة خطك بدون سلاح وشحنا عملو كفاح لازم دفاع بحركة دبلوماسية نديرو اتفاقية مع الحكومة الصهيونية يقول ملحالينا خطك احنا يعلينا العرب تيعنا كل واحد ما عم بالو بينا تخلو علينا بقينا هنا فهاد المحنة ليهود قوة كحلة طحقنا كل بلا رحمة ملا راح كبحة تخرج قرار صارم وتقول الفصائل لازم تسلموا كل زارم ليعص الأوامر تسمروا إرهابي يحطوها في الحبس ويشرعوه بالتهمة هادي وهادي شعلت نار الفتنة داخل دارهم بدال الاعتقال وزيد القتل في بعضاهم ما صبر واحد تخبيت انت يا خايف والأخر يقولوا انت خوارج انت خاين وتخايل إسرائيل تشوف تتفرج وتقول حان الوقت باش نخرج ونحرش العرش على رصاص نسيل ولا فسازة نضرب غزة ونقول لفاطي تاع حماسة بين الخير بين الشر بين الشعر وبين أطفال العشارة اللي داروا الكومبلو كنا رايحين نتحركوا بكلمة لا إله إلا الله فوق دمو بين الخير بين الشر بين الشعر وبين أطفال الحجامة اللي داروا الكومبلو كل رايحين يتحركوا بكلمة لا إله إلا الله فوق دمو 2009 رجع العدوان الضحية هي الشعب وغزة هي العنوان العوام لعدات مش بعد اعتداءات اليوم مدرعات عباد وعداد أعداد وأعداد وزيد حويج خلافة اليوم لازم تقتل باش تحقق الأهداف زعما مش حبة خلاف حبة سلم وأمان والمجرم بالنسبة لها هاي المقاومة فهاد المكان أنا خطاك حماسة جاب سلاح تحت الطرابة وضرب مستوطنات قطائف من نوع قرادة هكاك باريطاب استعمار وحده يحبس هادية في القانون اسمها الدفاع عن النفس بصح للأسف الصهيوني دي مدليل يستنى ما يطيح الليل ويضرب مدنيين كيما داروا في جنين ما شافوش منين جو مرة دية قصفوهم أرض غر بحر جو داروا لهم أكبر شوب عملية عسكرية داروا تجويف تجريب كل الأحياء السكنية سكتة قلبية تشوف جزر إنسانية وما قدروش يضعفوا القوة الفلسطينية ما لبدلوا التقنية ودخلوا للقطاع وحبوا يقسموا غزة إلى ثلاث قطاع زادت مع اليهودي قال نخرج جنودي ندير لهم محورين شمالي واحد جنوبي ونبدل جهودي به العسكر يتوغل والرنفور تيعو كامل في اللافيل يعود البخلة تعود تدخل تردش غزة تبقى تدخنة وتوخرة وقت يطلق النار اليوم واحدة أخرى تلعب هانية زعما حبة حزب أمنية وهي تعمل سلاح ممنوع دوليا انا محروم حربيا في الفوسفور توكسيك وتقرص في التجمعات رصاص نشو بلاستيك تضرب بلايصة ليك لي فيها ناري صغار ما رحمت لا مساجد لا دار لا سبيطار الصهيوني غدار قتل سيفيل بالالاف ومحترم حتى قانون من المعاهدة تاع جنيف بين الخير بين الشر بين الشعر وبين أطفال العجامة اللي داروا الكومبلو كل رايحين يتحركوا بكلمة لا إله إلا الله فوق دمو بين الخير بين الشر بين الشعر وبين أطفال العجامة اللي داروا الكومبلو كل رايحين يتحركوا بكلمة لا إله إلا الله فوق دمو
وكل ما نطالب به مصر وحكام العرب وكل العالم، إن كانوا عاجزين عن وقف العدوان فلتوفر مقومات صمود للمقاومة في غزة. السؤال للناس تطرح فيها وعلاها الحكام ساكتين وشي مديرة، يخيهم شهدينا يسمعوا وش نسمعوا، يخيهم شايفينا يحسوا وش نحسوا. واحد ما تحرك وكان انضماركيا، عبرت على فنزويلا والتاني الرئيس التركيا، باقي مدرقين يهدروا باسم الإنسانية، واحد ما رفع راية الجهاد الإسلامية، حابين الحمية تاع السلطة الأمريكية، واحد سياسية الأخر أسرة ملكية، الأمة ولت ملكية العملاء الصهيونية، مصالح مصانع وصفقات اقتصادية، وتبقى القضية معلقة حتى تسقط، إسرائيل تسطو وتسرق الشرق الأوسط حتى توصل مشروع فتح حدود أرضك، غزة تولي لمصر والضفة تتبع الأرض. بس انظر فدسر قبل ما نفسر، نروح نسأل أول دولة هي مصر، عندها حصن تاع سلاح الله يبارك، بس هالمشكلة في الرئيس حسني مبارك، يبيع في غزة سمة رخيصة لليهود، قفل الحدود خلى الناس بالشر تموت، حطم الانفاق فيها سلاح مالقاش الفوت، وبلوك الاعانات الدولية في اللاروت، وش بيه مضروب عنده جيش بالطيارات، يتبع في الاحتلال يطمعوا بالمبادرات، والهيه الضغاة بالغراض والغدرات، وهو اللي كيفو خايفين يتخذوا قرارات، موعدكم المقبرات ع كل هذا الدم، مش ها هيئة الامم اللي رايحة تخفف الالم، نحتم هما انتم يا مكفوفين الايدي، قلوبكم ميتين ونسكم كل مأيدين، خايفين مخبين ورا القلعة لبسين دماسك، الوجوه راهي مقنعة مطلعة، علام تعدل وراهي قنعة، واليهود مقلعة مازالت ديما طمعة طمعة، تمد شروط للسلام عمالهاش بالإسلام، ما يقبلش الإسلام، ما دايرين حساب يمشيونا حتى نوصلوا، به نحصلوا نعودوا الاتفاقية تاع أوسلو. اسمعوا الشعوب يا حبة جاهد، وعلاه ما يفتحوش الحدود على جالهم، دول تاع الخليج يحكم المونوبول، وعليه ما يضغطوش بالسلاح تاع البترول، جماعة في اجتماع هكاك غير به تسهر، ما بقاوش يسمعوا العلماء تاع الأزهر، وعليه يا مكة هاد السكوت والجمود، السلطة الفلسطينية وعلى حبس الجنود، بين الخير بين الشر، بين الشعر وبين أطفال الحجارة، اللي داروا الكومبلو كل رايحين يتحركوا، كلمة لا إله إلا الله فوق دمو، بين الخير بين الشر، بين الشعر وبين أطفال الحجارة، اللي داروا الكومبلو كل رايحين يتحركوا، كلمة لا إله إلا الله فوق دمو. الناس بزاف يقولوا الغلطة فينا، خطاك احنا يا سخينة على الدين تخلينا، خطينا طريق تاع ربي اللي راهي تقول، لازم تتبعوا آيات الحق اللي نزلت على الرسول، خلينا الأصول ورحنا نتبعوا الغرب، ومن بعد كي تخاوت تعودنا نقولوا والله غالب، الضمير ولا غايب ضعيف على العموم، علاها جات المصايب زادت كلمة الهموم، واليوم اليهود تضرب فينا من السما، هما كانوا سجيوة ويحضروا قدام السما، قواوة الصراع بين العلم وبين الدين، واحنا بالشهوات والزهو كنا لاتينا، هما طوروا الرحم في لاسيونس والسلاح، واحنا يا اهتمينا غير بالراحة والأرباح، هما وحدوا روحهم بالعقيدة والعبادات، واحنا يا فرقنا روحنا بالطقوس والعادات، عادوا عندنا عبادة بالدين غير يتشدد، يحب يشكك يكفر ويشدد، يجمد قلب واحد تاني يتعمى ويسب الأئمة وما من العلماء، الأخرى يرقد يرقد حتى يولي يرتد، ضمير وتلقاه يبرد خطاك، مبقاش يعبد يولي يكذب، من بالجنة وبالنار، والآلهة تيعو هي المادة والدينار، وتروح الصلة مع الإسلام في السلة، زيد لها طوائف الشيعة ومذاهب أهل السنة، دونك حصلنا في العاصفة اللي بدات تهب، واليهود لقاتها فوق طبق من ذهب، عدوى العلاقات بين العرب مركبين، والشعوب هازين على بعضهم ديرونكين، كون يديروا ماتش كبير يوقع الضرب والدم يسيل، كيفاش حبنا نتوحدوا ونحاربوا إسرائيل. فهذه الأمة هي خير أمة وستظل خير أمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها، ولا ينبغي أن يجرد الأمة من خيريتها لمرحلة ضعف تمر بها أمتنا الآن، ولتبشر الأمة كلها، فلئن عرف التاريخ أوس وخزرجا فلله أوس القادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع الحرة رغم المكائد تخرج.
تحيري ما تفضش لهنا الاسوار وصل الدعاء الصراخ ومام الاصوات يهود بالحصار حب تزيد تفرقنا بصح ربي استرنا ومن راحتو زاد في احنا الاف تاع الشعوب ناضت في المظاهرات المسلمين على كلمه واحده خرجوا في جميع القارات تقوات العلاقات بين الناس تاع الامه وبان اللي كان يردمنا شكون كان يشرب في دمنا تعلمنا باللي لازم نعاولو غير عادينا ولا كانت عادينا العدو راح يقضي علينا عدينا على محنه صعيبه بين عينينا عسى نكره شيء وهو فيه خير لينا.